زيارة الدكتور مصطفى ليلة الافتتاح والتقاءه مع المنتخب في المباراة المباراة الأخير، ده دليل على الاهتمام الكبير جدا. حضور السيد الرئيس لافتتاح المباراة والقاء الكلمة بتاعته ده دليل على اهتمام الدولة. كل اللي حصل ده كله حضرتك والتجهيزات والاهتمام والإصرار على إنشاء الصالات وتجهيزها وتوفير كل المكان، ده اهتمام من النجاح للدولة واستقرار، إنه الحدث الأبرز في العالم حاليا هو مونديال اليد. ده دليل على إنه في دولة لديها إصرار لديها هدف، بتقول إنه الحياة لا الحياة لابد أن تستمر. فكل ده يبقى موجود، ده دليل على قوة مصر، وبيدعم يعني يدعم المشهد بصفة عامة، ان احنا في بالنسبة للرياضة في عندنا حاجة احنا بنقولها نتمنى. ده ما بدأش النهاردة، ده بدأ من اللي حصل لما الاتحاد الافريقي قعد يدور على حد ينظم بطولة كأس الأمم، وكله عمال يعتذر. مصر اللي استقبلت طورت ملاعبها وعملت بطولة أكثر من الرائعة. فده عايز أقول لك الدولة على مستوى البنية والاهتمام والدعم النفسي والمعنوي اللي بتقدمه للفرق الرياضيه والمنتخبات ده واضح بشكل مميز جدا. صحيح، وخلي بالك يعني في بعض الناس كده تقول لك يا جماعه طب يعني ماشي، يعني احنا دايما احنا بنعظم بلدنا، وانت لما بيكون حاجه بلدك بتعملها بشكل اكتر من رائع لازم تعظم بلدك، ونقعد نتكلم مره واثنين وثلاثه على بلدنا، ده مش عيب. لان في بعض الناس تطلع ما هم يعني بتنفخوا بزياده او بتتكلموا بزياده. احنا كل يوم بيمر علينا بهذا التنظيم الرائع ده فخر لبلدنا. واي حاجه مصر الناس دي كمان وجود الناس دي برضو موجود في ده اللي هم شايفين. على 30 دوله يا استاذ محمود، انت شوف 30 دوله، شوف انت الاهتمام كلهم ما بيطلعوا من الكبسوله الطبيه وروح الهرم، شوف بيتكلموا ازاي. ده في ناس بتاعك ده الفرنسيين بيتكلموا عن المرافق بتاعهم وبيقولوا ان المرافق اللي بعثه يعني نقل لهم نقله كبيره جدا عن الحضاره الفرعونيه وعن مصر وعن التاريخ يعني كلام كبير جدا. الكلام ده ما بيجيش كده يا كابتن هاني، يعني عاوز اقول ايه يا جماعه، دي فرصه طبعا لولا الظروف اللي هي حاصله ودي احد كلنا اعتقد كان الوضع هيبقى مختلف، يعني يعني 360 درجه. لكن كون انك انت تصر وتحافظ وتعمل بطوله بهذا التحدي الكبير جدا اللي العالم كله بص عليك وشايفك، ده نجاح في حد ذاته، وده خطوه مهمه جدا، وباكد على حجم الاستقرار ورساله للعالم انه مصر مفتوحه للكل. يعني المساله الاجراءات بتنفذ بصوره يوميه وكميه مساحات ومتابعات، الكل واضح في عمل كبير بيتم اعتقد. وانا بقول لك اهو بعد نهايه البطوله هيبقى في كلام، وفي كلام كتير هيطلع واسرار وهتتحكي على القواصين عن حجم فرق العمل والشباب اللي موجود والناس والاطقم الطبيه والعمل ده كله. بعد كده تقول لي حد يجي يتكلم ويقول لي مش عارف مين، طب لو البطوله دي اتعملت في اي مكان تاني في الظروف ده كان ما لسه يعني هقول لك يعني البطوله لا دي لا لو لا لا لو في بلد اوروبيه هيقول لك وهنقعد نحكي في وبعدين احنا هم الاوروبيين نفسهم اسمع شهادتهم عن احنا فخورين ببلدنا. ايه المشكله نتكلم على بلدنا ودايما نعظم من بلدنا والدور اللي بتقوم بيه؟ احنا ما بنعظمش حاجه مش على ارض الواقع، احنا بنعظم حاجه موجوده، تحديات كبيره جدا موجوده. انا بتكلم يعني بقولش كده انه جمله وفي حاجه خطا هنقول، لكن عاوز اقول لك ايه، لا عمل كبير، دوله عملت عمل كبير، اهتمام السيد الرئيس بالحدث نفسه ومتابعته النهارده، ويمكن الرساله اللي وضعها النهارده دي يعني انه متابع مهتم طبعا. جدا الرساله واضحه، يعني هنشجع وندعم كل رياضي صحيح. ها كل واحد عاوز ينجح البلد دي، كل واحد عاوز يحافظ عليها ويحط اسمها فوق بلا شك. اهتمام رئيس الدولة ده واضح كبير جدا، وعنوان ان شاء الله بإذن الله وحافز للعبتنا ان شاء الله في المباراة الجاية في دور الثمانية ان شاء الله يكون عندنا ان شاء الله وتوفيق ربنا يكون حاضر معنا ان شاء الله في يعني الذهاب الى السيمي فاينل، وده مش بعيد رغم صعوبة الموقف، لكن هنشوف المباراة في الكرة زي الكرة في الملعب. يمكن الدنمارك تطلع كوت ديفوار من عارف يا مسهل يا رب.